في قرية جبع جنوب شرق جنين يعيش جمال فخوري 50 عاما عمره و40 عاما عمر عمله في مكان بني منذ 200 عام. نصير ايش؟ نصير نشكل. اشترى سيدي سنة 1936، كان هو اولاد عمه يشتغلوا فخار، كل العائلة الحمولة، يعني احنا كل عائلتنا اسمها الفاخوري، كلهم كانوا يشتغلوا فخار. نجيب التربة نصنعها برا، المرحلة الثانية اللي هي التشكيل، بنعمل مثلا حصالة، هاي الحصالة اللي بحوش فيها المصاري، احنا بنقولها كجة، في ناس بنقولها حواشي، في ناس بنقولها حصالة. والمرحلة الثالثة اللي هي مرحلة التجفيف، نحط كل هون بس نخلص على الرفوف. طبعا التجفيف ما بنجففش برا، نجفف داخل المحل بس جوا، لأن الشمس جففناها بتكون طري زي هيك، نجفف والشمس بتصير تسطح وتشكل. فبنشف بالظل على راحته جوا، بعدها بنجمع كمية بالفرن طبعا برا، بنجمع كمية وبناخذهن على الفرن كلهن، بصير نصفطهن كلهن بكل بالفرن بشكل هرم، ونيجي بنولع النار تحت، بنقعدهن بالفرن حوالي 5 أو 6 أيام. طبعا تكون الدخنة خفيفة عليهن النار، آخر يوم اليوم السادس مثلا نولع النار قوية زي يعني ما بكون مولع عجل كاوتشو. وفي آخر يوم يرفعون درجة الحرارة وينتظرون تغير لون الفخار للأحمر لإطفاء النار، وبعد 12 ساعة تقريبا يخرجونه من الفرن ويصنفونه. أما سبب تراوح ألوانها ما بين الأبيض والأحمر فهو مدى قربها أو بعدها عن النار. أبوي يظل مستمر وأنا تعلمت من أبوي، طبعا أنا راح أعلمها لأولادي مشان تظلها السنة عم تورثي موجودة، مشان نظل محافظين عليه.